كل مرة كده بنفتح الكتاب المقدس نبقى محتاجين ان احنا نتكلم مع يسوع. ما يميز كلمة الرب انها حية، ان الله حي، انه شخص بنعرف نتعامل معاه، شخص بنعرف نميز افكار، شخص بنعرف نسمعه ويفهمنا ونفهمه، صح؟ الإيمان المسيحي مش فكرة، الإيمان المسيحي مش كتاب، الإيمان المسيحي شخص بتعامل معاه، حي فيا وأنا فيه، بعرف أسمعه وبيعرف يكلمني وبعرف أكلمه، بنحب بعض قوي لأنه هو حبني أولا. عايز كده تركز معايا النهاردة في موضوع يمكن يغير طريقة تفكيرك عن الرب شوية. بيقول كده في أفسس 3 رسول بولس كان شخص إرهابي يهودي متعصب، لكن المسيح غيره فصار محبوب ومحب ليسوع طول حياته. بيقول أنا شايف نفسي أصغر واحد من تلاميذ المسيح، فبيقول أنا أصغر جميع القديسين أو المؤمنين بيسوع. أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. في كلمة لا يستقصى دي ولا بتنسوا العربي؟ يعني لا يمكن أنك توصل لعمقه. المسيح غني جدا لدرجة أنك ما تعرفش توصل لآخر هذا الغنى. وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح. ليه خلقنا بقى؟ بيقول لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات. إيه الرؤساء والسلاطين في السماويات؟ يقصد الملائكة والشياطين اللي موجودين. هؤلاء يعرف عندهم بواسطة الكنيسة جماعة الرب حكمة الله المتنوعة. حكمة الله مش مجرد فكرة، مش هو يعني قاعد كده بيقول لنا أفكار في حكيم قوي، لا، ده حكمة الله دي حاجة ما تعرفش توصل لآخرها، متعددة الوجوه، يعني متنوعة، يعني تكنيكالرز، متعددة الوجوه حسب قصد الظهور الذي صنعه في يسوع المسيح. عايز أكلمكم عن حكمة الله، بس محتاج كده إيه نتفق على 3 كلمات نعرفهم من بعض، عشان هم غالبا إحنا مش بنفهمهم من بعض. في كلمة أولانية اسمها المعرفة، المعرفة، العلم بالأمور. الناس بتسعى أن يكون عندها معرفة كبيرة قوي. المعرفة هي أكتب عندك كل المعلومات، بس ده مش معناه إلا أنك مخزن للمعلومات. تاني حاجة تحصل بعد ما يبقى عندك خزين المعلومات دي حاجة اسمها الفهم. الفهم يعني ايه الفهم؟ يعني ان انت تبتدي تركب المعلومات اللي عندك دي فتفهم حاجة، يوصل لك فكرة، مش بس تبقى عارف معلومات لكن تقدر تقول المعلومة دي تنفع مع المعلومة دي تنفع مع. تالت حاجة الحكمة. الحكمة كلمة معناها بقى ايه؟ ان انت عارف حاجات كتير او قليلة، مش دي المشكلة، عارف وفاهم وتعرف تستخدم معرفتك وفهمك وعلمك ده انك تعمل حاجة نفسك تعملها، عندك قصد، عندك هدف. فهمتوا الفرق بين الثلاثة؟ لانه هنطبق عليهم النهاردة حاجات كتير. الكتاب المقدس بيستخدم الثلاث كلمات دول. الاول واحدة الايه؟ المعرفة، ان انا عارف. تاني حاجة الفهم، ان انا بيوصل لي المعلومات دي وابتدي
يعني احطها في سيستم كده. وثالث حاجه الحكمه، ان انا اعرف استخدم السيستمز دي والكلمات دي ان اوصل لاهدافي. حاجه كده على جنب، مش معنى ان واحد عارف حاجات كتيره قوي ان هو حكيم. ليه؟ لانه الحكمه محتاجه انك تعرف تطبق اللي عارفه. فممكن يبقى واحد عنده معرفه كبيره جدا لكنه مش عارف يستخدمها، وفي واحد يبقى عنده حكمه عظيمه قوي لانه عارف حاجات محدوده فبيركبهم مع بعض. فيبقى ده حكيم في الطب مثلا، او ده حكيم في الهندسه مثلا، او ده حكيم في الفلسفه مثلا. ففي حكمه محدده بعرف اطبقها واطبق بيها معرفتي. انا حبيت بس احط الثلاث كلمات دول لانه هنستخدمهم خلال الاوقات اللي جايه. يعني ايه الله حكيم؟ يعني ايه الله حكيم؟ الله حكيم معناها، ركز كده بص، الله حكيم معناها انه مصدر كل المهارات اللي انت تتخيلها. في ناس بتخيل ان المهارات اللي عندها دي بتاعتها، يعني انا لا، الله مصدر منبع كل المهارات اللي انت بتشوفها حواليك دي، واللي لسه هنعرفها كمان، واللي لسه هنشوفها في المستقبل. الله نبع المهارات، الله نبع المهارات في الفن. فلا يستطيع الانسان لوحده كده انه يبقى فنان. يعني بص للكون، بص للسماء، بص للاشجار، بص للبيردز، للحيوانات، للطيور، هتلاقي في فن ورا ده، في واحد فنان هنا بيفهم في تطبيق المهارات الفنيه. الله مصدر الابداع الادبي، انا بتكلم طبعا على الابداعات النقيه الطاهره المقدسه. الله نبع هذه، فالله بيدي لك النبع ده لكن انت ممكن تستخدمه غلط. الله مصدر الحس الاخلاقي، يعني ما كانش ممكن الانسان يعرف الاخلاق بدون ما الله يبقى عنده الاخلاق دي، صح؟ يعني الوصايا العشر اللي احنا نعرفهم، حافظين الوصايا العشر؟ الوصايا العشر دول اللي ربنا اداهم لموسى زمان، دي اخلاق الله اللي قال ايه؟ لا تقتل. ليه؟ لأنه عنده أخلاق فيها قيمة الحياة عالية. اللي قال لا تزني، ليه؟ لأنه ما بيسرقش، ما بينهبش، ما بيستغلش الآخرين. فالله قال لنا لا تزني. الله عنده أخلاق، عشان كده احنا بنعرف ناخد الأخلاق دي، بنلاقيها. لو عايز أخلاق لازم تدور على الله. الله هو الجامع العلمي، يعني كل العلوم اللي انت متخيل ان هي موجودة في الدنيا مين مصدرها؟ ما هو الله. الله اللي بيدي حكمة للعلماء في الخير برضو، ثم ممكن يستخدموها في الشر، لان عندي حرية ارادة، صح؟ الله يدي لك كده افكار فتقدر تخلق حاجات جديدة. الله كمان مش بس عنده معرفة كاملة بده كله، الله عارف بالأسرار. في غموض في حاجات كتير، في حاجات ما نفهمهاش، الله يفهمها ويعرفها، كاشف الأسرار اسمه. الله حط قوانين الطبيعة دي، هو اللي عملها. فمش بس كشف الأسرار ده، في حاجة مهمة قوي خلي بالك منها، كل ده يفيدني جدا في حياتي. الله مدرك وعارف بالأحداث الكونية الكبيرة والأحداث الشخصية الفردية بتاعتك، الله عارفها من قبل ما تحصل. فالله يعلم كل الأحداث كلها مع بعض، شايفهم في لحظة واحدة، لأنه هو الله الخالق فوقنا بكتير. فالله مصدر الإبداع في كل مجال،
عشان كده خد بالك وانت عايش مع الرب انه الله خالق، الله خالق الزمن كمان. ليه يعني مهم قوي ان نفهم ان الزمن ده مخلوق، حاجه اتخلقت في وقت ما كانش موجود قبل كده، صح؟ فالله خالق كل ده، كل ده الله خلقه. انت عارف انت بتعبد مين بقى ولا لا؟ ما هو دي القضيه. لو ادركت مين ده الله اللي انا ماشي معاه وبعبده وبتكلم معاه وبصلي له وبيكلمني، حاجات كتير قوي تتغير في حياتك، لانه انت بقيت فجأة كده. يعني لما واحد يجي يقول لك ايه فلان مهم قوي في البلد دي، صديق شخصي ليا، يقول واو ده حاجه كويسه قوي. فما بالك وما بالك بالله العظيم القدير ده صديق شخصي لي. انا عايزك تفهم هذا الموضوع. عايز اقول لك حاجه كمان، المسيح غني قوي، المسيح غني قوي قوي قوي. بصوا الكتاب يقول ايه، الذي به منه وبه وله كل الاشياء. لما الله خلق قال كلمه، والمسيح هو كلمه الله ففيه خلق الكل. الكتاب بيقول فالمسيح غني قوي قوي قوي، وده ماشي جنبي. بس عارفين غنى المسيح في ايه؟ مش انه ليه كل الاشياء اللي انت شايفها في العالم وفي الكون وفي المجرات، مش هو ده غناه. بس عارفين اخطر حاجه تخلي الله ده غني جدا ايه؟ انت لما بتبقى عايز تعمل مشروع بتبقى محتاج ايه؟ راس مال، صح؟ اي حد عايز يعمل اي حاجه ان شاء الله يتجوز يعني بيبقى محتاج ايه؟ راس مال، حاجه يبتدي منها. لازم يبقى فيه بدايات. الله غني لدرجه انه راس المال بتاعه اسمه لا شيء، nothing. هو بيبتدي من اللا شيء، يقول للا شيء كن فيصير شيء. يعني تخيلوا كده، واحد تخيل حضرتك ماشي وبعدين بتقول ايه، أنا عايز اعمل جبل ذهب هنا، تروح اعمله بكلمه. انت عارف ربنا غني قد ايه؟ هذا الغنى العظيم جدا بتاع الله، لانه لسه عنده القدره انه يقول للا شيء ان يصير ايه؟ شيء. ده غنى عظيم جدا. لو ادركنا الحكايه دي لا هخاف من شيء ولا هتوقع شيء وحش ولا هخاف من مرض ولا هخاف من الم ولا هخاف من مشكله ماليه ولا مش هخاف من حاجه. ليه؟ لانه مين ماسك بايدي؟ الشخص الذي يستطيع ان يغير اللا شيء للايه؟ لشيء. حاجة تانية، الله يقدر يعمل اللي هو عايزه بكلمة، لكن كمان الله مش محتاج لينا خالص ولا محتاج لأي شيء. يعني ما تتصورش في لحظة إن ربنا محتاج لك في شيء. في مرة إيليا النبي صلى الصلاة الغريبة دي، قال له إيه؟ الكل سابك يا رب، كلهم سابوك وبقيت انا وحدي، والانبياء البعل اللي هم الانبياء الكذبه في ايام ايليا، الانبياء الكذبه قتلوا اولادك، والملك والملكه اللي كانوا اشرار حطموا كل العباده، وبقيت انا ايه؟ وحدي. يعني بطريقه تانية احنا مرات بنعملها، يعني بص يا رب ناس كتيره بعدت عنك بس انا فاضلك، يعني كتر خيري كده ان انا لسه ايه ماسك فيك. يعني خلي بالك الله غير محتاج لشيء ولا لاحد
ولا متوقع ان حد يساعده في حاجه. لو ادركنا ده هنرتاح جدا من حاجات كتير جدا. فانا عايزك تعرف مين هو الله الحكيم جدا ده. الله هو الكامل. الكامل يعني ايه كامل؟ يعني لا ينقصه شيء. الله هو مصدر الحياه. الله بي كل شيء ومن غيره كل شيء يقع يضيع يعني. ولانه مش ممكن يبقى من غيره يعني لازم يفضل الله موجود. فدي حاجه جميله قوي ان احنا مرتاحين في واحد عظيم قوي غني قوي. بس الغريب قوي يا جماعه انه هذا الشخص الغني قوي الحكيم قوي العظيم قوي ده بيحب البشر اللي زينا. يعني انت ممكن تبص في المرايه وما تحبش نفسك. ممكن تبص للي معاك في البيت وما تطيقهمش. لكن هذا الاله الغني العظيم القدير الحكيم بيبص عليك وبيقول لك بحبك. ده شيء يديني تواضع كبير جدا وثقه غاليه جدا. يكتب في كلوسي الرسول بولس ويقول عن المسيح الكتاب بيسميه في كلوسي ابن محبته ابن محبة الآب السماء. هو صورة الله الذي لا يرى. يعني إحنا ما كانش ممكن لأنه الإنسان مخلوق لا يستطيع أن يرى الله ويعيش. فما كانش ممكن نشوف الله إلا في تجسده في يسوع. في يسوع خلق جميع الأشياء ما في السماوات وما على الأرض ما نراه وما لا نراه. عروش سيادات رئاسات سلطات بيكلم على القوات والرئاسات اللي فوق الأرض الملائكة والشياطين والحاجات دي كلها الله يرأسها فوقها. كل ما في الكون قد خلق به ولأجله. هو كائن قبل كل شيء وبه. اسمع أنا جبت ترجمة الحياة لأن الجملة دي مش مفهومة قوي بالترجمة بتاعتنا العادية. وفيه يقوم الكل معناها وبه يدوم الكل. يدوم يعني دائم. الحياة دي موجودة لأنه هو عايزها تستمر. يوم الله يقول مش عايزها هتقع الحياة. الله يحرك الكون ده كله بكلمة نطقها في يوم من الأيام أو في زمن ما وقال خلي في أرض خلي في سماء خلي في بحر خلي في وخليها تستمر وخليها تستمر. عايز أوري لك لمحات كده من حكمة الله. يمكن أوري لك لمحة أو اتنين أنا مش عارف وقتي هيسمح بي. لكن تعال بص الله ده الحكيم شكله إيه حكمته دي شكلها إيه علشان نقدر نتعامل معاه صح. أول منظر بلاقيه في آية جميلة قوي يعني خليها دي شعارنا النهاردة كده. بيقول إيه؟ بيقول الكلمات دي في مزمور 104 بيقول ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآن الأرض من غناك. ده حكمة الله. أول منظر غريب عن حكمة الله في الفن. يعني أرجو لما نتكلم عن الفن نبص الحاجات الحقيقية. يعني زمان قوي 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 موسى النبي رب خده في رحلة للسماء وراله حاجات في السماء. اقرأ كده في خروج 25 خروج 25 عدد 8 بيقول فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. يعني روح يا موسى تعالى أوري لك أنا عايزك تبني لي خيمة تكون موجودة وسط خيام الشعب أكون عايش فيها معاكم بروحي طبعا بحسب جميع ما أنا أريك. الرب بيكلم موسى بيقول له اعمل الخيمة دي بحسب ما أنا هوريك
من مثال المسكن ومثال جميع أبنيته هكذا تصنعون. ربنا خد معاه موسى، عارفين موسى راح مع الرب قعد أيام طويلة على الجبل في رؤى وفي وجود مع الله، فوريله حاجات في السماء وقال له يا موسى روح ابني لي الخيمة دي بالطريقة اللي أنا وريتها لك بيها اللي أنت شفتها في السماء. فابتدى موسى بقى جواه أفكار، جواه رؤية، جواه فكرة مرسومة، صور، بس موسى ما بيعرفش، ما عندوش الفن ده، ما يعرفش لا هو صانع ولا صائغ. عنده حكمة طبعا كواحد اتربى في أرض مصر بحكمة المصريين فرعون، لكن ما عندوش الحكمة اليدوية، الصناعة دي مش في إيده. فيقول الكتاب إيه في خروج 31، راح الرب سهل على موسى الحكاية، قال له بص يا موسى أنا دعيت واحد اسمه بصلائيل ابن أوري ابن حور من يهوذا باسمه. شايف إزاي؟ خد بالك قوي من الكلام ده، لأنه ممكن قوي ربنا يعمل ده معاك النهاردة. دعا واحد باسمه، شايف اسمه، اديله الاسم الايه الثلاثي بتاعه، بيقول له دعيته باسمه وملأته بايه يا رب؟ مليته بروح الله بالحكمة والفهم والمعرفة. شفتوا الثلاث كلمات اللي قلت لكم عليه، ملاه بالحكمة اللي يستخدم فيها المفاهيم والمعرفة اللي وصلت له. خلوا بالكم من حاجة صعبة، بصلائيل ما راحش السماء وشاف اللي موسى شاف. موسى دلوقتي هيبتدي يقول له احنا عايزين نبني خيمة الاجتماع بالطريقة الفلانية وهكذا بالطول ده وبالعرض ده وفي نقش حجارة هنا، بس ما بيوريلوش في ايه. لكن الرب يدي نعمة خاصة لبصلائيل فيروح يبتدي يرسم ويبتدي ينحت ويبتدي يعمل صياغة، بيقول لاختراع مخترعات. عشان في ناس كتير لما بتخترع حاجة بتفتكر ان ملهاش دعوة، يعني ربنا ملوش دعوة، دي حكمتي الشخصية. لا، ده في واحد وراك بيديلك نعمة، وده يخليك ما تخافش لو قدامك مشكلة في شغلك، الله جنبك عايز يساعدك في شغلك. اختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش الحجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة. تخيلوا كده معايا واحد بيفهم في كل صنعة وبيعرف يشتغل فيها، لا يمكن يكون إنسان عادي. ده يخليك ايه، في مثل مصري احنا حافظينه يقولك ايه، ده سبع صنايع لكن ايه ملوش بخت، مش بخته ضايع. لا، مع الرب مش كده. مع الرب يديلك صنايع ويديلك افكار ويديلك حكمه ويديلك نعمه ويديلك نجاح ويديلك بركات. الله كده، الله بيحبنا، يديلك اختراعات، يديلك نور معين تستطيع من خلاله انك تعمل حاجه. خد بالك من الحكايه، لما أمورك في الحياة تتعقد متبقاش عارف تعمل ايه، اقف صلي قول له انت إله الحكمة، اسكب عليا من حكمتك عشان اقدر اطلع من المواقف دي بنور من عندك مش بقدراتي. والرب مش بس دعا بصلائيل ابن أوري، ده الرب قال له انت مش تشغل لوحدك، ده هعمل لك فريق. السب ليدر بتاعك اللي تحتك على طول اسمه أهولياب، قال له جعلت معه أهولياب ابن أخ سيماك من سبط دان، وكمان دعيت قلب كل حكيم القلب، جعلت حكمة ليصنعوا ما أمرتك به. ربنا بيبقى مدي ناس تشيل الرؤية بحكمة من عنده، ده إله الحكمة، ده الإله الحكيم اللي احنا بنعبده. أنا مش لوحدي في العالم، انت مش لوحدك، انت مش ماشي كده ومش عارف هيحصل لك ايه بكره، انت محمول على ايدين اله حكيم وفنان وبيفهم في الذوق وبيعلمنا الذوق وبيرقينا
وبيعلي مقامنا، الله يستطيع أن يغير تاريخك الماضي كله. لما تكون داخل على أمر في شغلك ومش عارفه، اقعد صلي قل له ساعدني أنت تفهمه، أنت عارفه، اديني حكمة علشان أعرف أنجح في حياتي. ده لو أنت مصدق أنه إله حكيم وواثق أنه بيحبك. عشان كده بقول لك الله يهب الإنسان حكمة الخلق والإبداع، تقدر تخلق حاجات من لا شيء. فكرة كده تقعد تصلي وتتمسك بالرب وتقرب منه، فتلاقي نفسك ذهنك اتفتح. أنا شفت ناس في حياتي الشخصية كانوا حالتهم الذهنية يعني عادية، ولما اقتربوا من المسيح جدا بقوا أذكياء جدا. أنا مش عارف ليه، غير لهذا الأمر أن الله حكيم جدا فبيمنح الناس حكمة. كل ما تقرب منه يمنحك حكمة. فالله أعطانا قدرة على الخلق والإبداع. يعني لو أنت شاطر في مجالات حياتك ما تخافش وتقول الناس بتحسدني والحاجات دي. لا لا لا، أنت ناجح بسببه، مش لأن أنت فيك حاجة، أنت ناجح لأنه هو يريد نجاحك. فالله يعطيك أفكار عشان ينقل حياتك لمستوى أعلى. لما تبتدي حياة جديدة في مكان جديد ومتبقاش عارف تعمل إيه، الله يفتح لك أبواب للتعلم وللبركة وللحكمة والنجاح. معاك في عملك، معاك في معملك، معاك في فنك، معاك في الموسيقى اللي بتعزفها، معاك في الشغل اللي بتأديه، معاك في الأدب اللي بتكتبه. هذا هو الله. لو عايز تصدق الحكاية دي افتح الكتاب المقدس وتفرج. هذا الكتاب العظيم عظيم ليه؟ لأن الله استخدم ناس عاديين جدا زينا وراح مسحهم بالروح القدس أو قدهم أو ساقهم بالروح القدس إنه يكتبوا اللي هو بيقوله لهم بكلام بشري عادي جدا. بس الكتاب المقدس يعني كتاب الله أنتجه من بشر عاديين لأنه دلهم هذا الإعلان، هذا الوحي، ناس عادية جدا. بس الكتاب طلع غير عادي لأن الله هو اللي عمل الكتاب المقدس. لما تحب تعرف الشعر تلاقي في العهد القديم خاصة والعهد الجديد في اليوناني والعبري في اللغات الأصلية في شعر، في شعر جميل وناج يعني ما فيهوش أخطاء في القافية وفي الوزن، يعني عشان نقرب المساحات في اللغات. لما عايز تبص على مجد الله في الأدب مثلا تشوفه بيكتب القصص ازاي، التاريخ اللي كتبه في الأسفار التاريخية في الكتاب المقدس تلاقي نفسك مشدود للقصة، والقصة قديمة سمعتها 10 مرات وتلاقي نفسك مشدود ليها. ليه؟ بصوا المسيح لما كان بيوعظ وهو في الجسد، لما تجسد الله الابن، لما تجسد وابتدى يكلم الناس بقصص وامثال، صح؟ مش كان بيحكي معهم امثال طول الوقت؟ يقول لك دهش الجميع، سمعوا حاجات شدتهم. ليه؟ لان الله عظيم في الادب كمان، الادب والكتابه والقصه والتاريخ في كل علاقته بالشعب. تلاقيه الكتاب المقدس عظيم قوي في الموضوع ده. لما تقرا الكتاب المقدس تلاقي بقى عندك ذوق، ذوقك اترقى. في ناس لما تقرا كتب معينه تلاقي ذوقها انحدر. في ناس لما تقرا حاجات وتدرس حاجات تلاقيها شخصياتها فسدت. لما تقرا الكتاب المقدس تلاقيه ايه؟ بيرقيك. حاجه غريبه. داود النبي يقول ايه؟ كلمتك جعلتني احكم من كبار السن من الشيوخ. كل ما اقرا يزيد الذوق في حياتي، تزيد قيمه الحياه عندي. بص لو بتبص على انسان ليس للحياة قيمة عنده، اعرف انه ما بيقراش الكتاب المقدس.
كلمة الله تزيد من قيمة حب الحياة. ده الكتاب المقدس اللي انت مرات ما بترضاش تقراه، اللي انت مرات بتبقى مهمله. هو يزيد اخلاقك ويرقيك ويسمو بيك، يعلمك قيمة الفكر، قيمة التأمل. الكتاب المقدس هو الإيمان المسلم مرة للقديسين، وكل جيل من القديسين يسلموا أو المؤمنين يسلموا للي بعده وباقي، يهاجموا كل الناس في كل عصر وباقي. إيه اللي موقفه على رجلي الكتاب المقدس؟ لا في وراء حكومات، ولا في وراء أموال، ولا في وراء جيوش. ما فيش حد بيدافع عن الكتاب المقدس، لكنه باقي وسيبقى للكلمة الله الحية. عشان كده وانت بتقرأ الكتاب المقدس تلاقي نفسك بتفرح، بيزيد عطائك، بيزيد الأمل والرجاء في حياتك. الكتاب المقدس تلاقيه بيعكس في حياتك صورة السماء، صور السماوية. جبناها منين؟ ومحدش راح السماء وشاف حاجة في غير علاقته بالله أو بالمسيح. محدش، دول اللي راحوا معاه هم اللي رجعوا كلمونا عن السماء فحبينا السماء. بصوا الناس بتقول ايه، يعني تقرأ كده حاجة أو تشوف دوكيومنتري، تشوف فيلم وثائقي، فيقولوا لك بص الفراعنة بنوا الأهرامات بحكمة عظيمة قوي، أوجدوا فن التحنيط بحكمة عظيمة قوي، ومش عارف مين عملوا إيه، وعجائب سموها عجائب الدنيا 7 بقى ولا 8 بقوا. المهم فيقعدوا يعملوا الأبحاث دول الناس العلماء العظماء يعني بحسب فكر البشر، وبعدين يرجعوا يقولوا انتوا عارفين يا جماعة ايه اللي حصل؟ الناس دول في الحقبة الزمنية بتاعتهم في كائنات فضائية جت وقابلتهم وديتهم شوية حكمة ما كانتش عندهم، فعملوا حاجات عظيمة قوي ضد الجاذبية الأرضية وضد مش عارف ايه، عملوا حاجات رائعة جدا وحاجات هندسية وحاجات طبية وحاجات فلسفية. بس الناس ما راحت شدت اللي بعدهم الحكمة اللي خدوها، فاحنا فقدناها. احنا محتاجين كائن فضائي يجي يقابلنا تاني فيدينا الحكمة دي. انا اؤمن انهم يتكلمون عن الكائن الوحيد الذي هو في كل مكان وهو الله. الله قابل ناس ودالهم حكمة، بس الناس مش عايزة، الناس عايزة اي حد غير الله. كائنات فضائية مجهولة، هؤلاء المجهولين أقول لهم هو الله الذي زارنا ويزورنا ويتحد بينا ويعطينا حكمته فنتعلم ونفهم ونعرف. فده مهم، مهم جدا إن أنت تفهم الميزان اللي أنا أقول لك عليه ده. اسمع، كل ما تقرب من الله كل ما الفشل والجهل اللي في حياتك والعجز يروحوا، كل ما خيبة الأمل والإحباط يزولوا، كل ما تقرب من الله كل ما ده يروح ويتولد جواك الحكمة والفرح والراحة والسلام لأنك قربت من الله. بصوا في أديان بتخلي الله، صورة الله في الأديان دي صورة مزعجة جدا ومخيفة ومرعبة. الله مش كده. الله كما يعلن في الكتاب المقدس وفي المسيحية، كما أعلنه المسيح، كما أعلن عن نفسه، محب للبشر، مدافع عن الناس، يفديهم من خطاياهم، يصلح أخطائهم. ده الله، دي حكمة الله. حكمة الله الغني قوي ده، يتخيلوا الله الغني جدا ده عنده كل العلم والمعرفة والحكمة دي. ده انت لما بتدي افكار كتيرة كده للكمبيوتر وبرامج تلاقي الكمبيوتر حصل له ايه، بنقول بالمصري هنك، يعني فروزن بقى، ثبت مش راضي يمشي، عتب هنك.
الله رغم معرفته بكل شيء في الدنيا، لأنه خلق كل شيء بكلمته ورابط كل شيء مع بعضه، لا يمكن أن الله يعطل، لا يمكن أن الله يكل. لكن هذا الإله الغني القدير العظيم ده بيحبك أنت. مش دي معجزة غريبة يعني ولا مش غريبة؟ غريبة. حبنا أنا؟ ليه يعني؟ عشان هو بيعرف يحب. فده الله اللي الحكيم في الفن. أديكم واحدة كمان. الله المشير الحكيم. الله مشير حكيم. بصوا، في حادثة حصلت في دانيال مع دانيال. دانيال كان واحد من الشعب اليهودي اللي اتاخد من أرضه وراح إيران بابل كمسبي من الحرب، ودانيال التصق بالله جدا فصار حكيم، فترقى جدا وصار كرئيس وزراء في المكان ده. ولما كل اليهود رجعوا لأرضهم هو مرضيش يرجع لأنه شاف في رؤيا المسيح الآتي، فقال خلاص أنا مش فارق معايا أرجع للهيكل والعبادات دي، أنا مستني المسيح. فدانيال اللي تنبأ عن المسيح قبلها ب 450 سنة، دانيال حصلت معاه حاجة عجيبة جدا. في حادثة حصلت مع دانيال مرتين على الأقل اللي كتبوا في الكتاب المقدس مرتين، وكانت حوادث عجيبة جدا. أنا هسميها مسابقة تنافس الحكمة. إيه اللي حصل؟ في دانيال 2 في ملك مشهور قوي اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ده كان واحد جامد قوي يعني، وكان يحكم العالم كله. ولأنه يحكم العالم كله كان عنده حكماء وسحرة وعرافين وفلاسفة من كل العالم موجودين عنده في بابل. نبوخذ نصر في يوم من الأيام نام، وهو نايم جاله حلم، شاف حلم فانزعج جدا، كابوس يعني، نقول كابوس حاجة صعبة يعني، شاف حاجة فانزعج جدا، نايتمير. فإيه اللي حصل؟ قام وعمل المسابقة دي، مسابقة الحكمة، بس الجايزة مش إنك تاخد حاجة، الجايزة إنك تعيش، لو فشلت هتموت. إيه اللي عمل؟ جاب كل الناس اللي هم حكماء العالم في الوقت ده اللي عايشين معاه في بابل، وحبسهم كده في حتة وقال لهم بصوا، أنا حلمت حلم ومحتاجكم تفسروه لي. فبصوا لبعض وضحكوا كده، قالوا سهلة. قال لهم آه، الشرط بتاعي إن أنا مش هحكي لكم الحلم، أنتوا تقولوا لي أنا حلمت بإيه وإيه وتفسروه لي. فهم طبعا انزعجوا جدا وخافوا، قال لهم بص، كل واحد منكم أو أي واحد منكم لو معرفش الحل هقطع رقبيكم كلكم وأقطعكم إرب إرب حتت حتت. قالوا له أنت ملك عظيم، ما فيش واحد عاقل عظيم يعني عمل الحكاية دي قبلك، قول لنا الحلم وإحنا إيه نقول لك تفسيره. قالوا لا، طب وأنا مش عرفني أن أنتوا بتقولوا التفسير السليم، ممكن تقولوا أي كلام. وانزعج الجميع، وكان مديلهم وقت ضيق جدا. هذا الوقت الضيق كان لخلاص نفسه أو موته. إيه اللي حصل؟ حصل حاجة عجيبة جدا. دانيال سمع بالأمر يعني، ولا واحد عرف طبعا. فدانيال ابتدى يصلي يقول له يا رب أنت كاشف الأسرار، وريني الحلم اللي شافه نبوخذ نصر واديني تفسيره عشان تنقذنا كلنا إحنا وهؤلاء. الحكماء دول كانوا من كل الأديان ومن كل الفلسفات، وفعلا ده حصل. ونبوخذ نصر حصل له نوع من الخلل العقلي، فشلوه من الملك،
وورث ابنه اللي كان اسمه بيل شاسر ورث الملك. راح جه خد آنية بيت الرب. يعني ايه آنية بيت الرب؟ كان في اورشليم في آنية بتستخدم بس للهيكل. راح واخدها وابتدى يشرب فيها خمر هو وكل اللي عازمهم في اليوم ده. هم قاعدين شافوا ايد على الحيط بتكتب لهم جملة محدش عارف يفهم. فردت امه بعد ما هم خافوا وتخضوا بتاع، ام هذا الملك افتكرت، قالت له هذه الكلمات، قالت له يوجد في مملكتك، دانيال 5:11، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسي. في واحد عندك في المملكة في روح من الله. هما ساعتها ما كانوش موحدين، بل ما يعرفوش ان في اله واحد، الناس الوثنيين دول. فهو قال فيهم روح من الآلهة. في أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، وجعله أبوك كبير المجوس والسحر، من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بيلتشاصر. فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. وجي دانيال وبين الفكر. مسابقتين للحكمة في أيام دانيال، لم ينجح أحد غير دانيال. ليه؟ لأن الله هو الحكيم الوحيد. لا حكمة المنجمين ولا حكمة السحرة ولا حكمة هؤلاء الذين يدعون الحكمة تقدر تفيد، ولا حكمة الفلاسفة. الحكمة تأتي من الله. وكل ما تدخل في موقف صعب ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة وله الجبروت. هو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. هو اسمع يكشف العمائق، الأمور اللي محدش يوصل لها، والأسرار. يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. يعني لو مرة تانية هنتكلم عن مين الله النور ده، هتكتشف اللي انت بتعبد إله لا يمكن الظلام يقرب منه، ولا يمكن الحيرة تيجي عنده. لما تكون محتاج انه يكشف لك أسرار في حياتك، أمور تأتي على حياتك، أمور في مستقبلك، أقعد قدام الرب وقول له أنت كاشف الأسرار وأنت عارف المستقبل، كلمني. أنا مش بكلمك النهاردة عن عظمة هذا الإله البعيد، أنا بكلمك عن مجد وعظمة هذا الإله الحكيم القريب منك، القريب قوي منك. لما تبقى محتاج له امسك فيه وهو هيدي لك نعمة. إذا تنقصنا حكمة، يقول لنا كتاب، إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله أبو الأنوار، أبو مصدر النور، ليعطيه حكمة. وحكمة الله تغير حياتك. بصوا، عايز أقول لكم الجملة دي أختيني. نظن مرات إن إحنا يبقى من المناسب لما تأتي أمور صعبة على إنسان، لفقدان حد بيحبه، لحادثة حصلت في حياته، لفقدان شغل، لأي مصيبة كده ولا كارثة، نظن أننا يعني من المناسب إن إحنا نقول له إيه، معلش ما دي حكمة الله. دي مش حكمة الله. حكمة الله أنت لسه بعيد عنها. عندما تحدث أمور صعبة في حياتك، اجلس أمام الله وارفع قلبك وعينيك وقول له اديني حكمتك، فهمني أعيش إزاي، فهمني بتحرك إزاي. يا رب أنا أعرف أن أنت بتحبني وأثق فيك رغم أنك حكيم وعظيم وقدير وغني، بس أنت قريب مني، أنت لا تريد الشر في حياتي، فأعطيني حكمة لأتغلب على إيه الشر والألم
المشاكل. لو ندرك ده. اوعى تستسلم للظروف الصعبة وتقول ما هي دي حكمة الله. لا، ده مش حكمة الله ولا حاجة. ده عمل للشرير في حياتك. تعال لله وقول له اديني حكمتك لأرى الأمور بعينيك بفكرك. اديني حكمة عشان أعرف أجمع المفاهيم والأمور والعلم اللي انت اديتهولي وأطلع الأمور للهدف اللي انت تريدني أن أعيش به. يقول لي الكتاب هذه الآية الجميلة، يقول إيه؟ الله المسيح الذي هو حكمة الله ومزخر في جميع كنوز الحكمة والعلم. المسيح اللي استورج كله عنده هو الحكمة والعلم. امسك في يسوع ده وقول له ساعدني أن أعيش حياة الحكمة. أمين. وقف صلي معي، صلي كده من قلبك، صلي من قلبك، قول له يا رب قد تكون ظروفي مختلفة وقد تكون ظروفي صعبة وقد تكون ظروفي مؤلمة وقد تكون ظروفي مزعجة، يا رب أشكرك لأنه حكمتك تخليني أعرف أتحرك أمام هذه الظروف. يا رب أنا مانيش حكيم من ذاتي، لكني ملتصق بيك، وعندما ألتصق بيك الحكمة اللي فيك تغيرنا، تغيرني. لو يعوزك حكمة كده، الكتاب بيقول أطلب من الله. فإذا كنت محتاجة أو محتاج حكمة ارفع إيدك للسماء وقوله اديني حكمة، بصدق إليك هنا، اديني حكمة، اديني حكمة. وكل ما اتضع قلبك أمام الله، كل ما روح الله القدوس يأتي ويمنحك حكمة، يديلك إعلان، يديلك نعمة فوق نعمة. يا رب كل نفس تطلبك في هذا الاجتماع، كل نفس تطلبك وهي تسمع هذه الكلمات، ادي حكمة من السماء وادي نعمة من السماء، املانا بحكمتك لكل المجد. امين.